شمس اف ام. شمس اف ام، وين انتي وين احنا؟ تجون النساء القتل. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. انه كان يحاكم الشباب المتميز بقانون زي السبعة، بقانون غاض، بقانون عظيم، بقانون الإرهاب، بقانون محاربة الإسلام. فأين الذين كانوا يشنعون على بن علي؟ إخواننا المستضعفين، نعلم الجميع، نعلم الذين يتغاضون عن هذا الأمر، أن لنا إخوة الآن في موطن بطيء. لن نتخلى عنهم، لن نتركهم. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الأمهات راهطاني. في تونس الغبية، في أرض القيروان، في أرض الزيتونة، يحاكم شباب بقانون تبريكي. في تونس ما بعد الثورة، والله عار، والله عار، والله عار أن يحاكم شباب في هذه البلاد. محمد صلى الله عليه وسلم افتخر، ارفعوا رؤوسكم. ومما زادني فخرا، ومما زادني فخرا، وجدت بأخمص ثريا دخولي في قولك يا عبادي، وان سيرت احمد لي نبيا. ارفع راسك يا عبد الله، لان دينك الاسلام، ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وربك الله. قولوا لا اله الا الله. وجدنا أن حالته قد تعكرت. اسمعوا يا إخواني، ذلك الشاب آدم وغيره من شباب المسلمين يقتلون ببطء، يقتلون بتواطؤ، يقتلون بتجاهل، يقتلون عن تعمد. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الشاب الذي نكل به طاغوت مصر، فرعون مصر حسني مبارك، ثم نكل به عدو الله بن علي في هذه البلاد لمرتين، والآن ينكل به لماذا؟ في يوم المسلمين، في فرحة المسلمين، كل الناس قد خرجوا من السجون رغم إثبات إدانتهم ورغم تعديهم على كثير من المرافق، ولكن شباب المسلمين لم نسمع، لن نسمع ان اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة، والمعتزين بمنهجه في كل كبيرة وصغيرة، والداعين لشريعة محمد، لشريعة الإسلام، لدين رب العالمين، لم نسمع انهم خرجوا من السجون يوم عيد الاضحى. لماذا؟ لانه ليس لنا كتلة في البرلمان، نحن لا نعترف مع من يشرع مع رب العالمين، ونعتز بهذا. لماذا؟ قولوا الله. من الذي نشا ابراهيم في النار؟ من الذي نشا موسى عليه السلام؟ من الذي وعد بفوز المؤمنين؟ احرصوا عباد الله ان تكونوا من هؤلاء. قولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله.
يعني لامها براهي ثاني عسكري في المحاكم العسكريه هو مواطن ماهوش داخل في سلك على العسكر ولا امن اشوي هذا المحكم العسكري وكان فيا عزت انا سيبوه ما طلبنا ان يتحاكم محاكمه مدنيه اول حاجه يتحاكم في محكمه مدنيه علاش يتحاكم محكمه عسكريه الحاكم اللي عذبه فيها باش نحبوا نحن اسلاك صراحه في حال صراحه تخرجوا من على القضاء والقضاء مستقل وانت مش داخلكم في الحكايه هذه نحن كيف ما نقول الاخوه من الكرم عاملين اضراب جوع في الكرم باش نخرجوا خيانا معناها من السجون في حال صراحه تتم محاكمتهم صراحه موقوفين يا فاشل ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح يا سجين ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح شمس افهم وين انتي وين احنا